السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية 2-1. بإذن الله سنكمل درسنا اليوم مشروع الوحدة الثالثة الجزء الثاني. أهداف الوحدة الثالثة: تنسيق النص باستخدام وسوم HTML، تنسيق الصورة باستخدام وسوم HTML، تنسيق عرض ملف الفيديو باستخدام وسوم ال HTML، إنشاء ملفات أوراق الأنماط المتتالية CSS، واستخدام قواعد أوراق الأنماط المتتالية في تصميم النصوص والصور في موقع إلكتروني. طريقة ربط ملف أوراق الأنماط المتتالية بصفحتك الإلكترونية. مراحل إنشاء موقع إلكتروني. استخدمنا الأدوات محرر فيجوال ستوديو كود. مشروع الوحدة: خطط لإنشاء صفحتك الإلكترونية حول أحد المواضيع التالية: 1- حدث محلي في بلدك. 2- ظواهر إيجابية انتشرت في المجتمع المحيط بك، مثل دعم الأعمال الخيرية من خلال الجهات المعتمدة، أو الترابط الأسري والمجتمعي، أو احترام حقوق الآخرين والملكية الفكرية. 3- ظواهر سلبية انتشرت في المجتمع وكيفية الحد منها، مثل السموم أو العقلية أو التنمر أو التسول. ستحتوي الصفحة الإلكترونية على ما يلي: صور عالية الجودة، ووصف موجز للموضوع الذي اخترته، ومعلومات إضافية عن الموضوع. 2- أنشئ مجلد باسم My Project. في هذا المجلد أنشئ مجلدين فرعيين، الأول باسم Pages والثاني باسم Images، والذي تضيف فيه جميع الصور التي ستستخدمها في الصفحة. 3- افتح محرر فيجوال ستوديو كود، ثم افتح المجلد الذي أنشأته. أنشئ ملف HTML وأضف وسوم HTML المناسبة والفقرات إلى صفحتك. قسم الصفحة الإلكترونية إلى عدة أجزاء. طبق خصائص تنسيق CSS الأساسية لجعل الصفحة الإلكترونية أفضل. غير خلفية الموقع باستخدام لون مختلف لكل قسم في الصفحة الإلكترونية. 6- احفظ عملك وقم بتسليمه للمعلم. لحل المشروع قمنا بتجزئة السؤال إلى 3 محاور حسب ما تعلمنا في الوحدة. المحور الأول: إنشاء ملف HTML وإضافة وسوم HTML. المحور الثاني: تنسيق الصفحات بواسطة CSS، والذي سوف نراجعه معا اليوم لمساعدتك لحل المشروع. القسم الثالث: تقسيم الصفحة الإلكترونية وتغيير الخلفيات، سنتعلمه في الدرس لمشروع الوحدة رقم 3 بإذن الله. إذن سنقوم اليوم بمراجعة خصائص تنسيق CSS لجعل الصفحة الإلكترونية بشكل أفضل. تعلمنا في هذا الدرس تصميم صفحات تنسيق النمطية CSS من خلال تمييز استخداماتها وفهم بنيتها وأنواعها، بالإضافة إلى ربطها مع ترميز النص التشعبي HTML وتنسيق النصوص باستخدام خصائصها الأساسية. لإنشاء صفحة إلكترونية كاملة الوظائف نحتاج الدمج بين لغة الـ HTML وصفحات التنسيق النمطية CSS وملفات الجافا سكريبت. إذن لإنشاء موقع إلكتروني نحتاج إلى صفحة الـ HTML، إعداد الهيكل العام للصفحة، وصفحات التنسيق النمطية CSS لوصف طريقة عرض نص مكتوب بلغة الـ HTML، وجافا سكريبت لإضافة محتوى تفاعلي للصفحة الإلكترونية. إذن لإنشاء موقع إلكتروني متكامل نحتاج لإضافة صفحة HTML وتحتوي على الترويسة والفقرات والقوائم والصور ومقاطع الفيديو. أيضاً صفحات تنسيق النمطية CSS لتنسيق الخط واللون ولون الخلفية وعرض الوسائط، واستخدام الجافا سكريبت لعرض تفاعلي وفتح قوائم منسدلة. إذن كل لغة برمجة تعد طبقة منفصلة وتؤدي
غرضا مختلفا. يفضل العمل باللغات الثلاث المستخدمة في الصفحة بشكل منفصل، وحفظ المقطع البرمجي على شكل ملفات مستقلة. بعد ذلك يتم دمج هذه اللغات باستخدام ربط الصفحات في الـ HTML. إذن هنا صفحة مستقلة، صفحة الـ HTML وملفات الـ CSS للتنسيق. وصفحة الجافا سكريبت. يتم حفظ كل صفحة بشكل منفصل وجمعها في الـ HTML. إذن صفحات التنسيق النمطية CSS تستخدم للتحكم في ظهور النص المكتوب بواسطة لغة الـ HTML، لتمنحك القدرة على تعديل مظهر الصفحة الإلكترونية بشكل خاص والموقع بشكل عام. من مزايا استخدام صفحات تنسيق النمطية CSS، أولاً سهولة التعديل على الصفحات الإلكترونية، بحيث يمكن التحكم في مظهر الصفحة بواسطة ملف CSS خارجي واحد، وإجراء التعديل على نمط الصفحات الإلكترونية في الموقع من خلال تغيير ملف واحد فقط، بدلاً من تحرير عدة نقاط في كل صفحة من صفحات الموقع. أيضاً من المزايا حجم أصغر للملف، أيضاً تحميل أسرع للصفحات، فعند استخدام ملف CSS خارجي يحفظ المتصفح صفحة من الموقع في ذاكرة التخزين، وبهذا لا يضطر إلى تحميلها كل مرة. بنية صفحات التنسيق النمطية. أولاً التعريف، تشير إلى كيفية تنسيق العنصر مثل استخدام الألوان والخطوط وغيرها. التعريف، أولاً لإضافة التعريف لابد من إضافة الخاصية، وهي تشير إلى مظاهر العنصر الذي تريد تغييرها، والقيمة هي الإعدادات التي تريد استخدامها في الخاصية. أيضاً المحددات تشير إلى قاعدة أوراق الأنماط المتتالية التي سيتم تطبيقها على العنصر. مثال هنا المحددات التي نريد تطبيق الإعدادات عليها H1 H2 P. هنا الخاصية color، القيمة yellow، وهنا الخاصية font family والقيمة Arial نوع الخط. بإمكانك إضافة أكثر من خاصية بإضافة الفاصلة المنقوطة، وهنا بإمكانك إضافة أكثر من محدد بإضافة الفاصلة. أنواع ملفات صفحات التنسيق النمطية. أولاً ملفات صفحات التنسيق النمطية المضمنة Inline، وملفات صفحات التنسيق النمطية الداخلية Internal، وملفات الصفحات التنسيق النمطية الخارجية External. أولاً صفحات التنسيق النمطية المضمنة تستخدم لتطبيق نمط واحد فقط، تستخدم خاصية النمط ستايل للعنصر ذو الصلة. مثال لاستخدام صفحة التنسيق المضمنة بي، نقوم بإضافة الوسم ستايل لتغيير اللون الخط color هنا green، وهنا إنهاء الوسم. يتم تطبيق اللون فقط على النص المكتوب بين الوسم P. كما في هذا الشكل تم تغيير اللون فقط النص الموجود بين الوسم P. أيضا النوع الآخر صفحات الأنماط الداخلية، تستخدم عندما يكون لصفحة تنسيق منفصل، يطبق إذا أردنا تنفيذ التنسيق على صفحة واحدة فقط وليس على الموقع الإلكتروني بكامله. يتم تعريف الأنماط الداخلية داخل عنصر ستايل في داخل القسم هيد الموجود في صفحة الـ HTML. مثال هنا قمنا بإضافة الوسم ستايل وتطبيق
التغيرات، مثلا اللون كلر، تم تغيير اللون كلر جرين، والفونت ويت بولد عريض، ولون الخلفية بخاصية الـ RGB. إذا لإضافة صفحات الأنماط الداخلية نقوم بإضافة الوسم ستايل داخل القسم هيد، ونقوم بكتابة تغيرات المراد إضافتها للنص. سيتم تطبيقها لجميع عناصر الصفحة الموجودة بين الوسم P. هنا الكلر جرين والفونت ويت بولد واللون الخلفية باكراوند كلر. بدأش نقوم بحفظ الملف File Save. لتظهر لنا النتيجة بهذا الشكل، جميع النصوص الموجودة بين الوسم P تم تطبيق التغيرات عليها، تغيير لون الخط وجاء الخط عريض، وتغيير لون الخلفية. أيضا النوع الثالث صفحة الأنماط الخارجية، هي ملف CSS منفصل يمكن الوصول إليه عن طريق إنشاء ارتباط داخل قسم الهيد بالصفحة الإلكترونية. إذا النوع الثالث هو ملف منفصل لا يكتب بداخل الـ HTML مثل صفحة الأنماط الداخلية، يتم الربط في صفحة الـ HTML عن طريق الرابط Link. يتم تكرار استخدام الملف مع صفحات أخرى بنفس الطريقة بوضع ارتباط لينك داخل الهيد. تعد صفحة الأنماط الخارجية مثالية عندما يتم تطبيق النمط على العديد من الصفحات. يمكنك تغيير نمط الموقع بالكامل عن طريق تغيير ملف واحد فقط. يتم ربط كل صفحة إلكترونية باستخدام الوسم لينك كما ذكرنا. إذا للربط من قسم الإكسبلور يتم إنشاء ملف CSS، يتم بنفس الطريقة إنشاء ملف HTML، يتم كتابة اسم الملف بعد ذلك امتداد CSS. إذن من الإكسبلور يتم إضافة ملف جديد، يتم تسميته مثلا My CSS File .css. بذلك تم إنشاء ملف CSS خارجي يمكن كتابة التنسيق بداخله. يتم الربط بإضافة لينك في قسم الهيد. هنا المقصود الريليشن شيب، نوع الملف ستايل شيت، والنوع ايضا CSS، وهنا الامتداد الملف او رابط الملف. اذا كما ذكرنا سابقا للربط بين صفحة ال HTML وملف ال CSS يتم وضع اللينك، رابط اللينك داخل قسم الهيد في صفحة ال HTML. إذن لإنشاء الرابط بين صفحة الـ HTML وصفحة الـ CSS في نفس صفحة الـ HTML، في قسم الهيد
يتم إضافة الرابط لينك relationship العلاقة. بعد كذا بعد ذلك نقوم بإضافة ملف الستايل شيت. والنوع ملف تكست CSS. بعد ذلك نقوم بكتابة رابط الصفحة mycss file.css، وبذلك نكون قد أنشأنا ارتباط لملف CSS. لتظهر التنسيقات بهذا الشكل. محددات CSS لدينا يمكن اختيار الرسوم المراد تنسيقها من خلال محددات CSS، وهي أساساً بعض القواعد توفر مرونة كبيرة وتمكن المتصفح من فهم ما نريد تطبيقه عند الكتابة في كل مرة. أول نوع محدد التايب. هنا محدد التايب عندما يحتوي المحدد على اسم الوسم HTML تطبق الخصائص الموجودة في قاعدة CSS على جميع عناصر الوسم HTML. هنا مثلا تطبق جميع عناصر الوسم على المحددات المكتوبة بين الوسم P، بينما النوع الآخر محدد المعرف الـ ID. لاختيار عنصر بمعرف محدد يستخدم رمز الهاشتاج متبوعا بمعرف العنصر. محدد الـ ID يستخدم خاصية الـ ID الخاصة بعناصر الـ HTML لاختيار عنصر محدد. مثال: إذا أردنا تطبيق الـ ID يطبق فقط على العنصر المحدد هنا بين الوسم التاريخ، لا يتم تطبيقه مثل المحدد التايب على جميع العناصر، فقط على العنصر المحدد. المحدد الثالث محدد الفئة كلاس، يستخدم لتجميع بعض عناصر الـ HTML التي لم يطبق عليها أي محدد آخر، وذلك فإن تعيين كلاس يتم الرجوع إليه في CSS ومن ثم تنسيقها. إذن لإضافة محدد كلاس يتم إضافة دوت، بعد ذلك تسمية المحدد وإضافة التنسيقات، مثلا هنا تغيير لون الخط. بعد ذلك عند إضافة كلاس يتم استدعاء التنسيق لجميع العناصر الموجودة في داخل تنسيق كلاس. أيضا تعرفنا على خصائص CSS الأساسية المرتبطة بتنسيق النص، مثل اللون وحجم الخط وعائلة الخطوط ونمط الخط وعرض الخط وزخرفة النص. إذا لإضافة اللون يتم تحديد اللون بثلاث طرق، إما بأسماء الألوان مباشرة يوجد 147 لون، أو بقيم الـ RGB يوجد درجة كل لون من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق المستخدمة في تكوين اللون تتراوح الكثافة من 0 إلى 255. أيضا يتم تحديد الألوان باستخدام رموز الهيكساديسيمال. مثال: لون الأزرق يتم تحديده بثلاثة طرق، أما باستخدام النيم الاسم مباشرة، أو بطريقة الـ RGB، أو بطريقة الهيكساديسيمال. لإضافة اللون في صفحة التنسيق النمطية نقوم بإضافة الألوان بأي طريقة من الطرق السابق ذكرها. بعد ذلك استدعاء الملف بواسطة رابط اللينك، وبذلك يتم تطبيق التغيرات عليها. أيضا حجم الخط، نستطيع تحديد حجم الخط باستخدام وحدة البكسل أو بالنسبة المئوية بنفس الطريقة السابقة. في ملف CSS يتم تحديد الفونت سايز بطريقة البكسل أو بطريقة النسبة المئوية.
بنفس الطريقة السابقة نقوم بكتابة حجم الخط. بعد كتابة تنسيقات حجم الخط يتم استدعاءه في ملف الـ HTML بواسطة لينك، يظهر بهذا الشكل. أيضا نستطيع تغيير عائلة الخطوط، يجب أن يتم تثبيت عائلة الخطوط لاستخدامها في الموقع. يتم تحديد قائمة الخطوط مفصولة بفواصل. إذا لم يكن لدى المستخدم أول نوع مثبت، فإن المتصفح يستخدم النوع الثاني مباشرة. إذن بنفس الطريقة السابقة في ملف CSS يتم إضافة الفونت فاميلي، يتم إضافة أكثر من نوع تفصل بينهم فاصلة، بحيث إذا كان المتصفح لا يدعم نوع الخط الأول يستخدم الخط الآخر. وبنفس الطريقة يتم إضافة للمحدد الآخر فونت فاميلي ومجموعة من الخطوط. بنفس الطريقة يتم فتح ملف CSS السابق وإضافة الفونت فاميلي، ويتم استدعاء الملف عن طريق صفحة الـ HTML بواسطة الرابط لينك لتظهر بهذا الشكل. أيضا نستطيع استخدام نمط الخط، هناك عدة قيم لهذه الخاصية، إما الخط عادي نورمال أو مائل إيتاليكس. أيضا توجد خاصية عرض الخط، توجد قيمتان لهذه الخاصية، الغامق أو النورمال عادي، لإضافة نمط الخط وعرض الخط في نفس صفحة CSS السابقة. نستطيع إضافة الفونت ستايل إيتاليكس مثلا هنا مائل، وفي المحددات مثلا هنا فونت ويت بولد، النمط الخط عريض، وهنا لم يتم تحديد نمط الخط. بنفس الطريقة في نفس ملف CSS السابق يتم كتابة تنسيقات نمط الخط وعرض الخط، ويتم استدعاؤها في ملف الـ example.html بواسطة اللينك. هنا فونت ستايل إيتاليكس بنفس الطريقة، الفونت ويت نضيف بولد. ويتم حفظ الملف لتظهر بهذه الشكل. أيضاً زخرفة النص أو التكست ديكوريشن تسمح باستخدام عدة قيم، نون إزالة أي زخرفة تم تطبيقها، أو أندرلاين لإضافة خط أسفل النص، أو أوفرلاين لإضافة خط أعلى النص، أو لاين ثرو إضافة سطر أفقي عبر الكلمات، أو البلينك إضافة وميض متحرك للنص. إذن لإضافة التكست ديكوريشن، هنا التكست ديكوريشن أوفر لاين، وهنا التكست ديكوريشن لاين ثرو، والمحدد بالتكست ديكوريشن الأندر لاين ليظهر الناتج بهذا الشكل، الأوفر لاين والأندر لاين، وهنا الثرو لاين. نشاط: اختر الإجابة الصحيحة. من مزايا استخدام صفحات تنسيق النمطية: ألف إعداد الهيكل العام للصفحة، باء حجم أصغر للملف، جيم إضافة محتوى تفاعلي للصفحة. 2- الخاصية في صفحات تنسيق النمطية تشير إلى مظاهر العناصر التي تريد تغييرها، باء كيفية تنسيق العنصر، جيم قاعدة أوراق الأنماط المتالية. أحسنت. مزايا استخدام صفحات تنسيق النمطية: حجم أصغر للملف. ممتاز.
الخاصية في مظاهر التنسيق النمطية تشير إلى مظاهر العنصر التي تريد تغييرها. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة المناسبة. 1- صفحة الأنماط الداخلية تستخدم عندما يكون للصفحة الإلكترونية تنسيق منفصل. 2- محدد النوع تايب عندما يحتوي المحدد على اسم الوسن ستطبق الخصائص الموجودة في قاعدة على CSS على عنصر محدد. 3- صفحات الأنماط الخارجية هي ملف CSS منفصل يمكن الوصول إليه عن طريق إنشاء ارتباط داخل قسم الهيد. ممتاز، الإجابة صحيحة. صفحة الأنماط الداخلية تستخدم عندما يكون للصفحة الإلكترونية تنسيق منفصل. خطأ، محدد النوع تايب. الإجابة صحيحة، محدد النوع ID. 3- الإجابة صحيحة. صفحات الأنماط الخارجية هي ملف CSS منفصل يمكن الوصول إليه عن طريق إنشاء ارتباط داخل قسم الهيد. راجعنا في درس تصميم صفحات التنسيق النمطية أن للموقع الإلكتروني، لإنشاء موقع إلكتروني لابد من إضافة صفحات الـ HTML وملفات CSS والجافا سكريبت. تعلمنا مزايا استخدام صفحات التنسيق النمطية، وهي سهولة التعديل على الصفحة الإلكترونية واستخدام حجم أصغر للملف وتحميل أسرع للصفحات. أيضاً بنية صفحات التنسيق النمطية، التعريف والقيمة والخاصية والمحددات، وأنواع ملفات صفحات التنسيق النمطية، ملفات صفحات التنسيق المضمنة والداخلية، وملفات صفحات التنسيق الخارجية. أيضاً محددات CSS، محدد النوع، ومحدد المعرف، ومحدد الفئة. أيضاً خصائص CSS الأساسية المرتبطة بتنسيق النص، اللون وعرض الخط وحجم الخط ونمط الخط. أيضا من خصائص CSS زخرفة النص وعائلة الخطوط. وبذلك عزيز الطالب تم مراجعة الجزء الخاص بالمحور الثاني في سؤال المشروع تنسيق الصفحات النمطية CSS. شكرا لكم على حسن المتابعة.